بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المنتجبين. السلام على العلامة الفقيه والناصح الرشيد والأب الرؤوم والمربي الرحيم فقيد العلم والتقى والصلاح ذي البهاء والفضيلة الراحل الكبير سماحة العلامة الشيخ عبد الحسين الستري طيب الله ثراه وسقى روضته المباركة شآبيب رحمته ورضوانه. راعي الحفل سماحة العلامة السيد عبد الله الغريفي حفظكم الله ورعاكم، أصحاب الفضيلة والسماحة، أيها المؤمنون، أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإننا في هذه الليلة المباركة جئنا كي نؤبن شخصية عملاقة من شخصيات هذه الأرض الطيبة، تمثل امتداداً طبيعياً للمدرسة العلمية البحرانية بكل ملامحها الأصيلة وعطاءاتها المتميزة وتفردها في سماء حواضر التشيع العلمية على امتداد العالم الإسلامي. ما كان العلامة الراحل إلا وارثاً حقيقياً لتلك المدرسة، لذا كان فلتة من فلتات الزمان التي لا تتكرر كثيرا، وقامة من القامات الكبرى التي رفعت بالعلم والفضل والورع والتقوى، فانصاعت له القلوب حبا ومودة وتعظيما. لقد كان رحمة الله عليه رجل المحراب ورجل العلم ورجل المواقف. نعم، فلقد فقدنا العلم والورع والتقوى ونقاء السريرة وطهارة القلب متمثلة في شخصه الكريم، فمضى فقيدنا العزيز محمودا مشكورا، وبقينا نراه في حياتنا حاضرا لا يغيب، وشعلة هدي تنير لنا الطريق، وسيبقى أبو جعفر خالدا مخلدا في وجداننا وفي أعمارنا جيلا فجيلا، وستبقى عبره ووصاياه لنا نبراسا، رضا بقضائك يا رب لا معبود سواك، إنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الأحبة المؤمنون، إنني ومن هذه المنصة المباركة وفي هذه اللحظة التاريخية باسمي وباسم إخواني أعضاء اللجنة المنظمة لفعاليات التأبين، ونيابة عن عائلة سماحة الفقيد الفقيه، نرحب بكم في سترة الخير وفي هذه البقعة المباركة بجوار الروضة الشريفة للعلامة الشيخ عبد الحسين الستري طيب الله ثراه. ونشكركم جميعاً صغاراً وكباراً على تلبية الدعوة والحضور بهذه الكثافة المعبرة عن مكانة سماحة العلامة في قلوبكم، فكما رفعتموه قبل 40 يوماً على أكفكم مودعين، جئتم اليوم لترفعوا ذكره مؤبنين. إنه لتقصر كلمات الشكر عن بلوغ حقكم،
من الشكر والعرفان في حضوركم المشرف، إخواني المنظمين، أخواتي المنظمات، لقد بذلتم في هذه الأيام اليسيرات جهوداً جبارة حتى تحقق ما تحقق، جزاكم الله ألف خير، وكتب ذلك في ميزان أعمالكم، ولا شكر يفوق أن تروا ثمرة جهدكم قد تمثل واقعا، فهنيئا لكم ما أنجزتم، وطوبى لكم لما أبرزتموه من مودة لأبيكم العلامة أبي الجميع سماحة العلامة الشيخ عبد الحسين الستري، تغمده الله بواسع رحمته ورضوانه. نترككم مع فقرات هذا الحفل التأبيني المبارك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.